أفادت وكالة الأنباء الرسمية باشتداد حادة المعارك بين مقاتلي حزب الله ومسلحي جبهة النصرة في منطقة جرود عرسال على الحدود اللبنانية السورية عند ساعات الفجر الأولى بالتزامن مع استئناف الطيران السوري غارته على المنطقة. المزيد تنضم إلينا من بلدة اللبوي في عرسال مراسلة الحرة سحر أبنغط. سحر، مرحبا بك. سحر، أطلعينا على آخر تطورات معارك جرود عرسال لو سمحتي. المعارك تراجعت نسبيا حدة هذه المعارك منذ ساعات ما بعد الظهر، حيث كانت أصوات المدافع تتردد إلى هنا إلى منطقة اللبو وإلى منطقة القاع أيضا حيث نتواجد الآن عند الحدود اللبنانية السورية. هذه المعارك كما قلت تراجعت حدتها، الآن علمنا أن مقاتلي حزب الله استطاعوا أن يعني يسيطروا بشكل كامل على آخر ثلاثة مرتفعات تطل على وادي حميد، وهذا الوادي استراتيجي الذي يعني انحصرت فيه مجموعة صغيرة جدا من المسلحين التابعين لجبهة النصرة. وبسيطرة حزب الله على هذه المرتفعات الثلاث يصبح وادي حميد وطبعا منطقة الملاهي تحت سيطرة الجيش اللبناني عسكريا وطبعا معززا بكل ما يترتب لهذه المستجدات الأمنية ميدانيا. الآن نحن ننتظر ما سيكشف عنه ربما في الساعات القليلة الماضية أمين عام حزب الله من حيث نتائج هذه المعركة. هناك ترقب على المستويين السياسي والإعلامي لهذه الكلمة لما قد تتضمنه من نتائج أو معلومات وما هو مصير المعركة القادمة. هناك حديث اليوم عن معركة ستدور في الأيام القليلة المقبلة بين الجيش اللبناني وتنظيم داعش الذي ينتشر ويتحصن عند تخوم رأس بعلبك، جرود رأس بعلبك. بكل الأحوال هناك أيضا مفاوضات لا تزال تسير على جانب هذه التطورات الميدانية لإخراج مجموعة يعني من مسلحي سرايا أهل الشام لا يتجاوزون المئات، عدة مئات، لإخراجهم عبر ممرات آمنة إلى الداخل السوري. طبعا هذا نتيجة مفاوضات، هم يريدون هذا الانسحاب مع بعض الأهالي حيث تردد الكثير من أن بعض الأهالي أو بعض اللاجئين السوريين الموجودين في وادي حميد قد يختارون الانسحاب أو يختارون العودة إلى بلادهم في القلمون الشرقي. مراسلتنا سحر أرناؤوط، كنت معنا من بلدة اللبوي في عرسال، شكرا جزيلا لك.